بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم سلامة مالون أكسن ما أنتوا حان ربا موضوع ير إن أنا كلاه الله اللي يرادو وأم حد دول النمو برد ويدا هاد الراوي قال صحفيين عايز خد ين إن يعني يرى مشغوليان سؤالي ويدين عدن أبوانو ما دام أتى نكي صومالي وأبوان سن ما أنت إنت نول وحان ربنا أنا سؤالي ركويدين علي الصومالي لان الصومالية إني مدود إني كلا قاشت تهد أقشع هاد الراوي إنه نين حاكمة يا حكوا جواب وعورور نمي هو الصومالي لان الصومالي إني مدوبنا ما يكلا قان هرتوا حكوا ردوير أنت الصومالي ما مشو أنت الصومالي لان ما مش لبدو ذا قلبا ما يقانن يردول النمذا مركوت روحور دتك أو حلا برا ودول النمذا هلا فانسي مركي دول النمذا فهمان كدب حلا جه هلا يرد حلا كلا قام حلا هذا الكادر أيوة حقيقي صعب حد إن أنت إنن ما أنت هو جانا ضن الله يسوع أيضا دول النمذا أقول ويا دي دول النمذا يا خانان ما لهن عن كنا لنا هاي ضد عليه ويدستن ويهرم مرصدين صابت يكون مرصدين وعي فهمين معناها دول النمذا وهذا وحاط مرقاتك وقفلا إذا عوينيه ترامب مركو سكدين وضلك غلغل قليه إنترنت إذا ولا جحري إذا عدي ولا جحري ما أنت نكبتال هيلو حلاف ديا إن حلك لقى قاضي شن تان مال موضة وحرسن يدو مدحوينه كلا دورين يعني صابتو حواي وحاقول السن سيستم لاب غلاصنا سوجر الدول النما مرك هالغف وحمة بدلي كراي معنى إذا مرك وحيت هاي وحاقول شق إذا وحي قرتين برجع كل سمينا وحي قرتين وحلو يقانو مانيفست ديستني أو هالبيج الدول ده مريكن كام ضد كمريكن كم إيش الله وضع يا مرخر اللي وده الشيء أنا واحد أركي مانت ولي إن أنا دول النمذ أنا نفهمين أنا ضل كاني بسالة أنا هاي أنا شيكر لا أنا هاي لبش يا كوير عبد صالح صو قاضنا شكلك هو دحوى حالي نين ضميرة يا أبي إن مركو حافظ كسوه يدي يا وحوى حرك وضميرك كحرت وابحى أذا درس كنت كحرو نيهو ضميرك ينسوه يي حرك نما هيستعاو أن كحرير بل حرك أماه ليك زعيب كذا مركو حوير ورني وحرق ما هاي مريار انتجي حدوده دميرك قارت اللي أقولي ودميرك عدد قارت مريار أقولي ده أصافة دي حصوم علينا ور إنه يحرنيها ما الله باير وركاس ها مريار باتي وجاحي لون تاسو ودوبي ماشي ولا فريسي وين إسك السياحي وهاي مركو بري حصاك عدد دميرك يقولي ماشي فدي وعسك ده إنه كعي دميرك ما كعاي سكستو قرع سكستو قرع دميرك وكعوي نيكي وتقول روحوا اليوم مرة باص إنه الشيء ده مركب كعلة إيه مركب يقول ده مركب يروحوا من زين وحرين هي أرتا حرقة كسي ويرغرت وجدر كده ويستعج ما الله هو بايرها وصل إنه قي مرة دي رد غرت وجدر ده مركب إيه وكسي به ده مركب أبي يستعجبه من هنا ضحك لماهن ده مركب أسمع كده هذا عشان إنه حرة ما أنت دان صومال النهاي وليوحن وحن أمرنا أنا حر حرنه أو أن قبيل أما سياسة أما قاب درك لأنه حر حرنه لكن هذا حرق فير دقارتين وحكو حيران ملاحن مسك حذيننا مالير أو هاسي كحيرنته مركو حال ربا حرق نقوم حرة هرتار بالمرضان يلا قارتن نقول جرت غبي على ده أي نسك صارنا أو حال يري حاله عن دخنه إذا يا أو عقل يرا لير أو إذا هذا السنة على عجر لهن إذا مالو تيجي لها ملاحن وهذا أوفير سته إذا هو حتى دروب ده أيو ee banaanka soo istaagaan maanta dhan roob ku daay laga ma yaab inuu geed hoostiis ka galo laakiin aracadka roob aduu imaado uu ka leexanaa marka iduhu inuu meel tago waxa lagu daraari cad ida kiriga lama diri karo idaana daafirsata qaarna waa madax madaw yihiin laakiin laba madax oo kale waxa jira qaar madax guduudan iyo qaar madax cad idii madax madaw marka waxay u maleeyaan kuwa madax guduudan kuwa madax cad inay ka yar aqli badan yihiin waana wada ido waa la daba socdaan meel la tagaayna malaan anigana daan fiirine يعني أنكو قابك إذا أوراق من أهدنا إذا كلا وح كسوقينا أركو حال ربا دولدو مدحوينا ملحن وزير ملحن حلبان ملحن قلب برلمان ملحن دولدو شعب كاسكلا شعب كدولد ليرا هذا أركو حال ربا كل جين شعب أهان هرتور بالأني عن دولدنا دسنو أو أن يعني واحد أرك إذا سياسي كستيبت كستحيلير أنو ديبنو لو ما المهم أركو جو وحوس كديك إنه ماشي السق وح كل ودي كرا een horana waanu sheego shacabka Soomaali isma dirsanay siyaasiinta asyaraha isto
sida aan u gudbi karnana waxay tahay in qof kasta oo naga mid ah horta hore uu dowladnimada fahmo oo u fahmo war dowladnimada waa inaan dalkeena dhisanaa niman asaa geenaa waxaan dhisteen nagama caqli badno nagama diin fiicno nagama hanti badno tan itu ka fiicanaan dhisan karnaa laakiin waxaan isku sida dameerkii oo kale mara yaraa qoorta noogu wada jirto waxaan isleennahay reer hebelyeynan kaaga horumarin xilka war reer hebel iyo ina hebel iyo wax qiimaha ma lahan qiimaha ugu muhiimsan waxay tahay annagoo soomaaliya intaan isuu yarnimaano aynu ka fikirno maalin walba hal wada aan dhisno maalin waliba meel yaroo beera aan toosino waxaan dowladda loo fafadhiyay lalea dowladda saasa yeesho dowladda waa annaga shacabkaa dowladda marka horta maanta kadib waxaa ku fikirtaa dowlad soomaali jirta waxa la yidhaha ma jiraya adaa dowladda qof kastoo soomaali adaa dowladda marka waxaa la rabaa inaa hal su-aal isweydiiso oo tiraa waa maxay doorka aniga aan ku leeyahay bulshada soomaaliyeed maxay tahay shaqada aad soomaaliya ka dhex qabanayso markaa ogaata shaqada soomaaliya aad ka dhex qabanayd inay tahay inaad dalkaaga dhisato dadkaaga hormarido wax waliba waa hagaajin karnaa marka xoogaha dowladnimada aynu wada fahanno oo yaanan u malayn wax uu siyaasiga iyo madaxweynaha iyo wasiirada bis ay leeyihiin kulligeen dowladaannahay dowladdeennaan dhisanna aada u mahadsantihiin.